السلام عليكم يا شباب، معاكم مستر كريم. إن شاء الله أكون مع بعض في الأوبريشن ريسيرش. هي مادة ظريفة ولذيذة جدا، هي كلها عبارة عن solving problems وإزاي أستخدم شوية methods عشان أحل problem. هي من الآخر قايمة على numbers شوية، فإن شاء الله يعني لو أنتوا عندكم مشكلة في numbers هنحاول يعني نحاول نحل المشكلة دي مع بعض إن شاء الله. يعني مش هنسيب أي حاجة غير لما نخلي كل حاجة واضحة و clear إن شاء الله. طيب الاوبريشنال ريسيرش عموما ايه فكرتها او ايه استخداماتها او بنعوزها في ايه؟ انا بحاول اساعد الديسيشن ميكر في حاجه من الاثنين، ده الاوبجكتيف بتاعي اللي انا عايز اوصله دايما، يعني في الوار ازاي اوصل للماكسيمم بروفيت او الحاجه التانية ازاي اوصل للمينيمم كوست. يعني هو يجي يقول لي مثلا انا عندي برودكتس، قول لي اعمل قد ايه من البرودكتس دي عشان اوصل للماكسيمم بروفيت، او اوبجكتيف تاني ممكن اقدر اوصله ان انا ازاي اعمل production بالأماونت دي بس أوصل للمينيمم كوست. فدي كل الفكرة بتاعت الأوبريشن ريسيرش، ده الجول بتاعها. طيب أول topic عندنا اللي هو linear programming model. linear programming model هنحاول كده نتكلم فيه بشكل story شوية، نحاول بشكل قصة شوية عشان نبقى أسهل في الفهم. طيب بص، هو قبل ما يبقى فيه linear programming model كان فيه كلام given. الجيفن ده انت بتاخده بتحوله لحاجه اسمها linear programming model. تخيل معايا كده، هديها لك بشكل example بسيط قوي. تخيل معايا كده ان انا عندي شركه بيبسي، جت قالت لي انا عندي 2 products جداد عايز انزلهم في الماركت. product اللي هو بيبسي ماكس راسبري وبيبسي ماكس بطعم التشيري. طيب هو جه قال لي انا عايز انزل بالproducts دي الماركت، قول لي اعمل ايه بقى. طب انا سالته ايه الجول بتاعك، انت عايز توصل لايه، او ايه اللي انت الاوبجكتيف بتاعك. قال لي انا عايز اعرف how many units to produce from each product to reach the maximum profit. ودي اهم حاجة عندي دلوقتي، هو كده الجول بتاعه ايه، ان هو عايز يوصل لاعلى profit ممكن، اعمل قد ايه من دي واعمل قد ايه من دي عشان اوصل للماكسيمم profit. فقلت له طب اتكلم تاني اكتر وديني جيفن اكتر على الشركة بتاعتك. قال لي طيب انا مثلا عندي ingredient زي الشوجر، انا مثلا each month بيجي لي at least 500 kilogram of sugar. جميل، يبقى أنا كل شهر بيجي لي الشركة البيبسي بتجيب at least، خلي بالك من كلمة at least دي عشان هنرجع لها بعدين، 500 kilograms of sugar. طيب product number one ده اللي هو الراسبري، هيعوز قد ايه من السكر عشان نعمل 1 can of raspberry، عاوز قد ايه من السكر. قال لي requires 12 gram of sugar. طيب وبرودكت نمبر 2 اللي هو الشيري ده بيعوز قد ايه من الشوجر؟ قال لي 9 جرامز اوف شوجر. جميل، طب ايه تاني عندك جيفن في الشركه؟ قال لي برضو انا بستخدم الراسبري، في عندي انجريدينت اسمه راسبري. قال لي افيلبل ايتش مانث 100 كيلو جرام اوف راسبري. جميل، طيب برودكت نمبر 1 ده ريكوايرز قد ايه من الراسبري؟ قال لي 5 جرام اوف راسبري. يبقى انا عشان اعمل 1 كان بيبسي واحدة بس من الراسبري ده عاوز 5 جرام من الراسبري اللي هو الافيلبل منه قد ايه؟ 100. جميل، طيب وايه تاني؟ قال لي برضو الشاري. برودكت نمبر 2 بقى الافيلبل اول حاجة من الشاري 120 كيلو جرام من السكر. البرودكت 2 اللي هو الشاري ده عايز قد ايه بقى من الشاري؟ عايز 7 جرام اوف شاري. طب جميل، عندي كمان عندي ماتيريال زي مثلا الستانلس ستيل اللي انا بستخدم منه الكان، عشان اعمل كان بعوز ستانلس ستيل. قال لي at most بيجي لي each month 300 pounds of stainless steel. طيب عشان اعمل 1 كان انا بساله ال 1 كان دي بعوز قد ايه من الستانلس ستيل ده؟ قال لي ال 2 products each product require 3 pounds of steel. يعني عشان اعمل سواء الكاندي او الكاندي كل واحدة بتعوز 3 pounds of stainless steel. طيب في حاجة تانية given؟ قال لي قال لي profit بتاعي product number 1 لو انا بعت منه 1 unit ال profit per unit is $2، و product number 2 ال profit per unit is $3. طبعا ده example بسيط قوي، احنا بس بنحاول نوضح الفكرة. طيب يبقى دلوقتي انا وصلت ان انا عايز اعمل ايه؟ عايز اساعد صاحب الشركة دي او شركة بيبسي ان هو يعرف يعمل قد ايه من البرودكت ده اللي هو الشاري او سوري الراسبري، ويعمل قد ايه من الشاري عشان يوصل للماكسيمم بروفيت. طيب هل انا من الكلام ده
اقدر احل البروبلم كده على طول. لا، لازم احول الكلام ده الجيفن ده لحاجه اسمها linear programming model. طيب linear programming model ده شكله ايه؟ هنشوف. وازاي نمشي بخطوات معينه كده عشان نبسطها؟ هنشوف. طيب اول حاجه ده الجيفن عندي. اول ستيب عندي لازم اول حاجه اعرف ايه هي البرودكتس بتاعتي، وكل برودكت اديله فاريبل. بنسمي الستاب دي اسمها ايه؟ decision variables. انا بحاول كل product اديله name. لما اجي بقى احول الكلام ده قلنا لشكل equations، لازم لما اجي اقول مثلا product اللي هو الراسبري، مش هكتب بقى راسبري في الايكويشن، هكتب قدامها مثلا variable. انا هاجي اقول كده مثلا ان x1 ده هسميه number of units produced from Pepsi max raspberry. يبقى انا كل ما اجي اتكلم على البيبسي اللي هو الطعم الراسبري هكتب مكانه x1، والبرودكت نمبر 2 اللي هو الشري ده هيبقى x2. يبقى كل ما اكتب في الايكويشن عندي x1 يبقى انا عارف ان انا بتكلم على الراسبري، والبرودكت نمبر 2 اللي هو x2 اللي هو الشري. طيب دي اول حاجه. اللينير بروجرامينج موديل بيتقسم 3 بارتس. طيب قبل ما ادخل اللينير بروجرامينج موديل، انا بحاول اعمل سمري للكلام ده كله في شكل تيبل. الستاب دي ما هي الا تبسيط للكلام مش اكتر. طيب انا عملت ايه هنا؟ اول حاجه التيبل ده ليه ديزاين معين كده، بس انت ممكن تعمل ديزاين اللي يريحك. بس اسهل حاجه انك تحط كل فاريبل او كل برودكت في كولم. يعني عندي x1 و2، فانا عندي 2 كولمز اهمت، وبعمل كولم اخير اسمه توتال. وهنا اي حاجه جديده هتظهر عندي في البروبلم هكتبها في نيو رو. يعني هو قال لي عندي ingredient of sugar، فانا رحت جاي هنا كاتب sugar، وقال لي at least 500، فانا كده بعمل التوتال. دايما بكتب في التوتال الاماونت الافيلبل او الاماونت اللي انا هقدر استخدمها او الموجوده عندك. فانا عندي من الشوجر قد ايه افيلبل؟ at least 500، فده بكتبه في التوتال هنا 500. وخلي بالك من كلمه at least دي. طيب برودكت نمبر 1 اللي احنا دلوقتي سميناه ايه؟ x1، عايز قد ايه من الشوجر؟ 12. فانا هاجي عند الشوجر و x1 12. جميل. طيب برودكت نمبر 2 عايز من الشوجر 9، ادي برودكت نمبر 2 اللي احنا سميناه x2 دلوقتي، عايز 9 من الشوجر. راسبري ingredient of raspberry بقى، هنا عندي الافيلبل 100، يبقى انا عندي التوتال 100. والبرودكت نمبر 1 ريكوايرز قد ايه؟ 5. يعني برودكت نمبر 1 عايز من الراسبري ده 5. طيب بالنسبه للx2 هو ما جابش سيرته، وهو اصلا ما بستخدمش الراسبري في البرودكت نمبر 2، فاسيبه فاضي. الشري هنا عندي ingredient شري، الافيلبل منه 120، وال طبعا x1 مش عايز من الشري، ادي الافيلبل 120. وبرودكت 2 ريكوايرز قد ايه من الشري؟ 7. جميل. طيب اخر حاجه عندي او قبل الاخيره، ام سوري، الماتيريال اوف ستان ستيل. عندي ستان ستيل قال لي at most 130، ده التوتال، ده طبعا دي amount الافيلبل. و each product requires قد ايه او require 3 pounds من الستان ستيل، هنا 3 وهنا 3. آخر حاجة عندي البروفيت. البروفيت هنا for product number 1 $2، و product number 2 $3، اللي هو هنا x1 اللي هو الراسبري، وهنا الشري. جميل. طيب هي هنحول الكلام الظريف ده لحاجة اسمها linear programming model. أول حاجة عندي في linear programming model حاجة اسمها objective function. طيب objective function ده بكتب فيه بقى يا شباب؟ بكتب فيه الاوبجكتيف بتاع الراجل ده، هو كان عايز يوصل لايه. لو انت رجعت كده للفيديو في اوله، في اول الاكزامبل، كان هو عايز يوصل للماكسيمم بروفيت. فباجي هنا عند الاوبجكتيف فانكشن بكتب ماكسمايز زد. الاوبجكتيف فانكشن في منه تو تايبس، يا ماكسمايز يا مينيمايز. لو هو الاوبجكتيف بتاعه ماكسمايز بكتب عندي ماكسمايز زد. وايه معنى الزد هنا؟ هنا الزد معناه total profit، يعني عايز اعمل maximize للtotal profit. طيب لو كان الاوبجكتيف بتاعه كان minimize الكوست، هاجي هكتب هنا عندي minimize بدل maximize هكتب minimize z، وهنا الz وقتها تكون total cost. جميل. طيب هعمل maximize z وبعدين هكتب equal
اي variable عندي في البروبلم هكتبه، يعني انا عندي x1 وعندي x2 هكتبهم في البروبلم x1 plus x2. جميل، ايه بقى الكوفيشنت؟